بقول ما ثاني في الزيد وين سورة ومكي وهي سورة لها مكان كم تهيوم وسور العقيل في سورة القابلة وحوي الألوهية والوحي والرسالة والبعث والجزاء في كابن الشعر لكن سورة الشعر عجيبة يقول بسانتاي قاديك كيف يكاهل ليسا الله قدرك سوحين السسين يكاهل قاديك كيف يكاهل للأفول لها شراب كيف يكاهل كن كيف يكاهل يعني وحي قولي هاي ونقلي لها الأسر كيف يكاهل عجيبة سورة أسوة بسانتاي مقع النحي اللي إذا دانا واشنين وحويان عجيبة يالله أقول مقع ذلك حيوان دقيق وكلاب oo is xukuma oo maamulna oo kala qabeyn oo intay guuraan aan kala habaabayn oo intu guuraha dushooda u foofo meeshii ku soo dheelmanay oo alaab intu soo qaado oo soo cabtigo soo dardo oo afka iyo lugaha ay ku soo qaato gowsti meeshii ku subayo malab uu noqonayo dawaa wax weyn aad cajiib u awl hawayaan taas loogu magacdaray suuradda ataa amru bismillaahir rahmaanir rahiim ataa amru allah أتى وحي من أمر الله ألا أمر في سيبايين قيامة ما سودوا فلا تستعجلوه هذا الدرج السمينة هذا الدرج السمينة سبحانه الله ونزيه وتعالى ونصره أما شيء مكسر يشركون أي بربر لقاه وحال يجري مركي سميت اغترب للناس حسابهم بني تلك حساب في آخر وأولهم به قريسي وحي لانه ونسلوا حسابي قيامه شيء لانه فالنبات جنب جاي كوسك على خيط كم يدرو كارين فالواه من كاس واحد عاد وجنب كله شوبي يوري في أشيبي الأول إما هيك حساب الله مكواحات من قربة الساعة وشق القمر هذا نبدا يسوي هذا هو حساب يسوي لنا آية دنا في وحرها تكشني لنا يوم وهو شرق الله مركات أمر الله ما بدا قال عبد الله يعني هو إمام ده وحي له من قندة عربية ده شيء مركي الله هو إنه لا عيو ما بدا قال عبد الله كلام إنه لا يمر كل يوم مرتا إنه نهت ووجم أهين فلا تستعجل إذا تدجني ووجم هذا ليس ووجم إذا لم تكسر شيء من لم تكسر وواحد دم وياه حلا تكسر يأتي أمر الله يوم أتى أمر الله أمر في الله إيمانا فلا تستعجلوا هذا الدجي سنينا هذا سنينا عذاب تبا إيمانا هذا قال هذا الله هم يوم فلا تستعجلوا عذابك هذا الدجي سنين إلى المؤمنين في عذابك مرد الدجي سنة يعني قيامة مرد المؤمنين في مرد الدجي سنة يعني قيامة بل المسقطون عنها وبكبق يعني إليك فوقهم صور يبع عمل حكوش إلى أمضاء عنها بك يبيني لكل على المؤمنين في مدد الجسان أيام بل كده على ذات الصور صلى الله عليه أتى أمر الله فلا تستعجلوا هذا الجسانين سبحانه ألا وأن يهيه وتعالى وارو كسر لي عما شيء يشركون فيه في العباد عبادة إلا وذاتيين الله ما أمر فيك وحاكم إذا ينزلوا الملائكة ملائكة السود الجياه بالروح الوحي بالله سوى دجيا وحي من أمر يستغى ما أمركي في إرادة يسورة كسوى دجيا على ما يشاء وقفه دونه كسوى دجيا ومن عبادها دونه سكمدر ونبي الله محمد كمدر محول الله سوى دجيا أن أنزلوا الدقى أضمه يقيون أنه حال في يشان يقولوا إياه لا إله إلا حق عبد مسجد إلا أنا أنا قمويان يفتقوني ربق الزجوة عذاب تسبق ويس أمري هذا الله تاسي كسوى دجيا ملائكة ملائكة بدي كل وحي من تجبريل بمضحكة ملائكة لو عوانه اللي شفتنا واسونا جاء ملك وحي الروح وحال يقول به قلبك أقولنا ولا هذا سيدة روح لجسد تقولنا ولا هذا يوحي يقول قلبك أقولنا ولا هذا قرآن قلبك سيدة قلبك سأقولنا ولا هذا وسواس كأي شكك يحمان فأغسى عرو يتقف لبوا دريمية قلت قرآن سأرتوا لنا ينزل الملائكة ملائكة أن لبدجية بالروح وحي باللبدجية من أمر يستجع إرادتي في مامتي ستوسوى الدجية على من يشاء من أمره إذا روحنا والله قبل جانك رام روحنا من أمره يستجع مامتي ستارا سيده لا تطيعا على من يشاء غفو الظنوك سجمع عبادها الدومين ستكمدوا أمبيضا يقول لسوى الدجية أن أمروا الدجة بكسوى الدجية والدجة أمبيضيين وكل وحي الله كير أنه شارك إلى لا إله إلا الله لا إله إلا حق لك عبدالينا نجد إلا أنا أنا جمهوريان فاتقوني لبقى عقاب سيدة كبقى خلق السماوات والأرض وقال إنه مسوع العلي صور يا أبناء الصماء إله قدرته الله قدرته سألوه دليشان وحشة سيء وصمية أربع أبو ريجي إله دلمهي وحشة بنكر على مسلال تصرف فيه بابكم مغضب للفتلية يا ذا كبحين أدوك لفاها جديد سعر فأدوك إساك
هذا يقول لك هذا في أنفسك في الدين الشعر وحوية عجيب بات مقالي تأمرت هذا الدين الشعر هذا كان يرى فوسه وبحي انت حبين بات يقل قلت هذا كان تيريس سنبق كان نفس سمين بالي الناس مركزي صوبح الناس تاتي نقول لنا دوبان ويرى نفس عد بودا كدقني عرب في جيكون ويتلا ساقفة يا وحوية اللي عد ساقة كريا لما تب هذه كتيرا في الدين الشعر مفلس والشدة كانت حشقينه لكن كانت عمسك قوب بذينه شوقوك على الشيء ليسا وحوى يا أبي كان بيتكبر حي من ذا خلق السماوات سمدوا الله أبو ري والأرض دلتا بالحق نبو فأبوري عدل فأبوري نبع تعالى الله وكسر يا عما يشركون وحي أشري يا لنا عبادة اللو راجين يا الله وكسر يا سبحانه وتعالى خلق الإنسان ذكنا الله هو أبو من نطفة عن نفح وجامدة وأن هذا أن تتقاق لهنا وحبت قدنين ولبت ضعيفة يوكا أبوري فإذا هو بيسوى إسلامته بخصيم ضوضاء مبين لوليب عدو منحل وعدو سيته هو بيسوى الضوضاء الله وحبه تلقى له أبوه إنه ألا عابده فكاسو يسمى كسو هرجيته ذا اللي يسكو النقر وكسو هرجيته وحوية لبناس إسمالي وحبه قرى الله إياه وحي لقى أبوه بعيث مجيسة الله مرضى ما يسوى علم ما يمركو ليه محمد كهر لقى أبوه حبه كي يمدوه مطاهر يده بيسده خلق الإنسان على ذاته أبور من نطفة عن لوب مقابل أو أحبر جنمي من المهينة فإذا هو ويتو خصيم الضراء مبين له عبء وليبا أن قبنع لينه أن قيد نكو قبنع ولا معامة نعم ولينا خلقها هو أبور المؤلم سبحانه وتعالى ألا معامة خلقها مركا وحي عرابي نوخان دحنا خلق الأنعامة خلقها مؤثر فهاي وحي اشتغال يوحتاته كلام ينفشي ولا معامة خلقها نعمل لي وابور واجيلا يا الله يا أني أقول نعمل لي نعمة بدن ولا عام نعمل لي خلقها الله نعمل لي إن بدن فا قرآن كله بيش يقايو قلدي قرآن كوكش الحجج يمرها وعرضت عليه يا خوره هذا هو وقف يعني واجيلا يا أني يا هاي الله هاي الإنسان هو وقف على أبونا كان مرك هو وقف ما بدنا بالله شيء يعني نعمل لي فيها لين سمدي أرضا أنا وحلو شيء ليه والله هذا شيء مركي لي قصة كل شيء لأن دون ده كان عليه سمر يا عبد الله ورم مقرا وإن بدم على شيء ولا نعام خلقها لكم وحيدين فؤاد فيها أنعام تدحر بالدفن دكسي بعد دكستان وقبل ذلك دكستان وعوي صوفي يوبر في يا نرتي ور إنه كم يستعمله والله صوف قاضي يقول صدق حكمة إذا نل نرتي يوح كل نويات بركي نبو سامي يوح حتى لقى دكتور دكوات guri galu ko kale dugsi bu ko noqo waad goblan lakum waxaydu ku sugnaada fiha nicmoolada dhexda difun dugsi hadu wataa qodob ka wataa oo goblataa iyo wa manaafic manaafic farabadan aanihi iyo radasadi iyo xarabadi iyo tarantii ay ku tarmayeen oo baxmi karaan oo iska tiifa ya tobki ahlaad tobki saacuud dhalayaan xoolo badan ba ku soo kobay adan meel loo kacay manaaficdaasna way leeyahay ومن هذه المعمولين حق لا تأكلون كعنيسا سجارة هلف كالتقلنيسا وعنيسا ومن هذه تأكلون هلف ووحوناسا وصور وناسون ولكم محيطيس من الاسفهاء بيما نحن الجمال القرح يحرروا حين تريحون مركز فورتينيسا حين تريحون مركز سوريا الميسان وحين تشرحون مركز فورتينيسا حاليو جيليو دينتا سهلادي يالدو انتا تاكوفيو iyadoo soo naqay tii oo soo wareegsan oo dibirsan oo cadaadi xaqi iyo xaqi kale tii soo yeeshay mar markaa is dhaxdaaga waa farxad wal min halkee haysta tahay min walba aad ka nidmarka waa ku xarabaan waxa way waligi sheegay dad ko dhan ba ku yaqaan tii ee laayo geel bana saata dad ko ma ku garanayo waa lagu xarabaan tii soo gareeriyo ee dhaxda cuto waa xarabo bilgaasa waxa laga yaabo carabta fikradoodu inay halka ahay oo xoolaha aad u jiclaayeen wala tumaxaysuna la siyaha xoolaha dhexda jabaal oo qurux iyo xarabo حين تريحون مكة سوريا الميساء يلو برواق إنسان وحين تسرحون مكة سوريا الميسان وتحملوا أثقالكم عليسين نوي حنباري إلى بلد لم تكونوا ببالغيه إلا بشق الأنفس الله سبحانه وتعالى على المحسن